بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، انتهينا في اللقاء السابق، كنا نتحدث عن المفرد والمركب، ووضحنا أن اللفظ ينقسم إلى مركب وإلى مفرد، والمركب هو ما يدل جزءه على جزء معناه. المركب هو ما يدل جزءه على جزء معناه المقصود دلالة مقصودة، مثل ساع البريد، مثل رامي الحجارة، مثل اجتهد في دروسك، إلى غير ذلك. وقلنا إن المركب ينقسم إلى مركب تام ومركب ناقص، والمركب التام ينقسم إلى خبر وإنشاء، والمركب الناقص ينقسم إلى مركب ناقص تقييدي ومركب ناقص غير تقييدي. أما المفرد فهو ما لا يدل جزءه على جزء معناه المقصود دلالة مقصودة، ويشمل ما لا جزء له أصلا، مثل همزة الاستفهام وباء الجر في مثل قولنا قولك مررت بالحديقة، ويشمل ما له جزء لكن لا يدل على جزء معناه المقصود، مثل الزاي في زيد أو الميم في محمد، فإنها لا تدل على جزء معناه المقصود. ويشمل ما له جزء لكن لا يدل، وإن كان له معنى لكنه لا يدل على المعنى المقصود، مثل عبد الله وعبد العزيز. فعبد الله مركب وعبد العزيز مركب، فعبد هنا لها معنى لكنها لا تدل على جزء المعنى المقصود. وأيضا ما له جزء يدل على المعنى المقصود لكن دلالته عليه ليست مقصودة، مثل إذا سمى إنسان ابنه بالحيوان الناطق، فقلنا إن الحيوان هنا له معنى ويدل على جزء المعنى المقصود، والناطق له معنى ويدل على جزء المعنى المقصود أيضا. لكن إذا قلنا حيوان على هذا الولد الذي سميناه بحيوان ناطق حيوان فقط، فلا يدل هذا، لا تكون دلالته عليه دلالة مقصودة، لا تكون دلالته عليه إيه؟ دلالة مقصودة. وطبعا قلنا إن إيه؟ الاسم بعد كده الكلمة أو المفرد ينقسم إلى اسم وأداة وحرف. الأداة يعني لا تنفرد بنفسها، بل بد بالإخبار بها مع غيرها. طبعا الكلمة وهي عند المناطق يعنون بها الفعل، اللي هي في اصطلاح النحاة ما يدل على زمان معين من الأزمنة الثلاثة بمادته وهيئته، أو بهيئته عفوا، يعني زي إيه؟ اضرب، ضرب، يضرب، فده يدل على زمان. يضرب يدل على زمن مضارع، ضرب يدل على زمن ماضي، اضرب يدل على زمن مستقبل، وهكذا. فالكلمة هي اللفظ الذي يدل بمادته على معنى ويدل بهيئته على إيه؟ على زمن. طبعا هذا بخلاف الاسم، فالاسم ممكن يدل على الزمان بمادته لا بهيئته، يعني الاسم الذي يصح أن يخبر به وعنه ولا يدل بهيئته وصيغته على زمان، زي الأمس والصباح والمساء والغد والقيلولة، كل هذه تدل على الزمان لكن بمادتها لا بهيئتها. فلكي تكون بهيئتها لابد أن تكون إيه؟ كلمة. واضح؟ طيب، إحنا شرحنا ده كله، انتهينا منه في الأسبوع الماضي. وللعلم أنا يمكن قلت لكم من قبل ذلك إن الإيساغوجي يعني جايب مبحث الألفاظ ده في ثلاث سطور فقط، ثم اللفظ إما مفرد وهو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة على جزء معناه كالإنسان، وإما مؤلف وهو الذي لا يكون كذلك كرامي الحجارة. ده كلام إيساغوجي. وبعدين بعد كده
هيدخل بقى على الكل والجزء، لكن احنا نفصل المعنى شوية، لأن مباحث الألفاظ هي لا نستطيع أن نصل إلى المعاني إلا بالألفاظ، فلا بد نفهم ذلك جيدا. فانتهينا من تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب، وعرفنا تعريف المفرد والمركب وأقسام كل منهما. هناك تقسيم آخر للمفرد في النسبة بين الألفاظ باعتبار المفهوم. أريد أن أوضح جزئية مهمة. هناك فرق بين مفهوم اللفظ وما صدق اللفظ، وهذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لعلم المنطق، لابد أن نفهمه. يعني مثلا أنا عندي لفظ إنسان، هذا اللفظ مفرد، هذا اللفظ لفظ له دلالتان، دلالة المفهوم ودلالة المصدر. دلالة المفهوم يعني مفهوم الإنسان حيوان ناطق، هذه دلالة المفهوم. مفهوم حيوان ناطق يعني إيه؟ حيوان ناطق، حيوان يعني كائن حي، وناطق يعني مفكر، يعني هذا معنى حيوان ناطق. طيب دلالة المصدق، الإنسان يصدق على محمد وإبراهيم وزيد وفاطمة وخديجة إلى آخره، على كل أفراد الإنسان. يبقى إذن هناك فرق بين المفهوم اللفظ وبين ما يصدق عليه اللفظ. فهنا الدلالة بين المفهوم ودلالة المصدر. وأنا الآن يعني أتيت من كلية أصول الدين، وكان هناك رسالة تناقش دكتوراه، فكان المشرف يتحدث عن عنوان البحث وعن المحتوى الذي يحتوي عليه البحث، فقال له قال له المفهوم مختلف تماما عن المحتوى. فمهم جدا أن نفرق بين المفهوم والمصدق، لأن بينهما ارتباط وثيق، لابد أن يكون هناك صلة وعلاقة قوية بين المفهوم وبين المصدق. طيب التقسيم الثاني المفرد عندي بين الألفاظ باعتبار المفهوم وليس باعتبار المصدق، لأنه هيجي بعد عندي كده هيبقى النسبة بين الألفاظ باعتبار المصدق، هذا سيأتي فيما بعد. لكن الآن أنا أتحدث عن التقسيم الثاني للمفرد في النسبة بين الألفاظ باعتبار المفهوم. هذا تقسيم آخر للمفرد باعتبار نسبته إلى لفظ مفرد آخر، يعني لما يكون مفردين مع بعض. فهنا النسبة بينهما من حيث المفهوم إيه؟ إما أن يختلف وإما أن يتحد. فإن اتحد اللفظان في المعنى كان مترادفين، وإن اختلف كان متباينين. ولذلك صاحب الرسالة الشمسية يقول إيه؟ وكل لفظ بالنسبة إلى لفظ آخر مرادف له إن توافق في المعنى، ومباين له إن اختلف فيه. وبالتالي ينقسم اللفظ المفرد من حيث انتسابه إلى لفظ آخر من حيث المفهوم إلى قسمين: الترادف، النسبة بينهما إما الترادف وإما التباين. الترادف زي إيه؟ اتحاد لفظين أو أكثر في معنى واحد. يعني مثلا أنا عندي لفظ البر والقمح، معناهما واحد، فهما من حيث المفهوم بينهما اتحاد واتفاق، يبقى بينهما ترادف. القطة والهرة لفظين معناهما واحد، في اتحاد بينهم، ترادف. الأسد والليس والغضنفر كلها معنى واحد برضو، بيصدقوا على ذات واحد،
يصدق يعني هذه الألفاظ كلها تصدق على إيه؟ على ذات واحدة. يبقى إذن هذه الألفاظ مترادفة بينهما، بينها ترادف. إنسان وبشر، وبرضو بعض شراح علم المنطق بيمثل للترادف إيه؟ براكبين يمتطيان دابة واحدة، يعني اتنين، يعني عفوا في اللفظ، بيركبان دابة واحدة اللي هي الحمار أو البغلة أو الفرس أو كذا من الدواب. كان ممكن يركب اتنين ورا بعض أو اتنين مع بعض، فكأن المعنى واحد اللي هو الحمار، لكن الراكبين ايه بينهما ترادف، بيصدقان على نفس المعنى. ولذلك ده أخزن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس يقول: كنت رضيف الفضل على أتان. الأتان طبعا هي الحمار يعني، أو الحمارة اللي أنثى الحمار. كنت رضيف الفضل على أتان، فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى. يبقى طبعا احنا مش عايزين نوسع في المسألة، هو الترادف اللفظان اللي بينهما اتحاد في المعنى. هنا انتوا احنا بنتكلم نقول الترادف في المفهوم مش الترادف في المصدق، لكن بيلزم من الاتحاد في المفهوم الاتحاد في المصدق، وبالتالي لو اختلف لفظان من حيث المفهوم وصدق على ذات واحدة لا يكونان مترادفان. عايزين نفهم القاعدة كويس. لو اتحد اللفظين في المفهوم زي قطة وهرة، هيلزم من الاتحاد اتحادهما مفهوما أنهما يصدقان على ذات واحدة، أنهما يصدقان على ذات واحدة. طب لو اختلف اللفظان، لو اختلف اللفظان في المفهوم، فإنهما يعني لو اختلف اللفظان من حيث المفهوم وصدق على ذات واحدة ما يكونوش مترادفين. يعني لو اختلفوا مفهوما ومع ذلك صدقوا على ذات واحدة لا يكونان مترادفان. زي مثلا ايه؟ انسان وناطق، هم اختلفوا في المفهوم، لان مفهوم انسان غير مفهوم ناطق. مفهوم ناطق يعني مفكر، لكن مفهوم انسان حيوان ناطق، يعني كائن حي مفكر. يبقى هم اختلفوا من حيث المفهوم ولا اختلف من حيث المفهوم، لكنهما يصدقان على ذات واحدة. فيصدق على اسمك ايه؟ ياسر. يصدق على ياسر انه انسان، ويصدق على ياسر انه ناطق، ومع ذلك اللفظان ليس مترادفين، ليس بينهما ترادف. كذلك انا عندي سيف وصارم. سيف قد يظنهما البعض أن بينهما ترادف، لأن السيف، لأنهما السيف والصارم يصدقان على شيء واحد أحيانا، يعني يصدق على قطعة من الحديد أنها سيف، ويصدق عليها أيضا أن هذا السيف إيه؟ صارم. يعني إيه صارم؟ يعني قاطع. صارم يعني قاطع. ولذلك اللغة العربية فيها يعني سعة، وعندنا في الأمثال العربية فيه يعني في تحريف للمعنى. وأنا يعني أنا شخصيا يعني تفاجأت بهذا
في بعض الدول العربية الصارم هو القاطر والصارمة هي الايه القاطع. فالعوام عندنا ممكن يستخدمون بعض الشتائم يقولون يا ابن الصارمة مثلا، مش كده؟ الصارمة هي ليست شتيمة، هي ليست، هذه ليست فيها شتم. صارمة يعني ايه؟ قاطعة. وأعجبت من ذلك لما كنت في بعض البلاد العربية فوجدت ينادي المنادي في إحدى المستشفيات يقول صارمة أحمد كذا، فاستغربت قلت يعني معقول يسموا صارمة؟ فلما تحدثت مع بعض الزملاء قال صارمة يعني إيه؟ قاطعة. واخد بالك؟ لكن هي عندنا المثل ده أتى من يعني بمعنى الشتائم في إيه؟ لأنه نقل من معناه الأصلي إلى معنى آخر مجازي، لأن الصارمة دي هي الحذاء هو قاطع أيضا، هو قاطع للمسافات، لكن لما يطلق على الحذاء القديم المهلهل اللي أصبح لا قيمة له فكأنه يقول له ابن الصارمة، يعني الصارمة اللي هي الصارمة اللي هي كانت قاطعة اللي أصبح ليس لها قيمة، فانتقل المعنى إلى هذا. على أي حال خلونا في السيف والصارم لأن احنا خرجنا الكلام تاني خالص. السيف والصارم هما يختلفان مفهوما، لأن مفهوم السيف غير مفهوم الصارم، والنسبة بين السيف والصارم عموم وخصوص وجهي، لأن السيف قد يكون صارم وقد يكون غير صارم، ممكن سيفي يكون غير صارم غير قاطع، والصارم قد يكون سيفا وقد يكون شيء آخر. الصارم اللي هو القاطع قد يكون سيفا وقد يكون شيء آخر غير السيف، ممكن يبقى سكين مثلا، ممكن يبقى قطر، يبقى قاطع وهذا لا يطلق عليه سيف. يبقى إذن هنا إيه؟ السيف والصارم يتحدان في السيف الصارم، وينفرد السيف في السيف غير الصارم، وينفرد الصارم في الصارم غير السيف، مثل السكين أو القطر أو ما شابه ذلك. المنطق بيخليني أخذ دلالة الألفاظ بدقة، فلا بد أن أفرق الآن بين مفردين النسبة بينهما من حيث المفهوم، لكن لو اتحدوا من حيث المفهوم يبقى ترادف على طول، وبالتالي يلزم من اتحادهما مفهوما اتحادهما ما صدق. لكن لو اختلف في المفهوم وصدق على ذات واحدة ليس بالضرورة أن يكون مترادفين، لا يكون اللفظين إيه مترادفين. واضح القاعدة ولا مش واضحة يا شباب؟ ولا عيد تاني. اللفظ نسبة المفرد إلى المفرد، لو حدث بينهما اتحاد في المفهوم يلزم من اتحادهما مفهوما اتحادهما ما صدق، مثل القطة والهرة، مثل البر والقمح، مثل الأسد والغضنفر، كل هذا يعني بينهما اتحاد مفهوما واتحاد أيضا في إيه؟ في المصادر. لكن قد يختلف اللفظان مفهوما ويتحدان في المصادر، ففي هذه الحالة لا يكونا مترادفين، لأن هذا الأمر بيستشكل على كثير من الناس، مثل لفظ إنسان وناطق. إنسان وناطق بينهما عموم وخصوص مطلق، أو بينهما تباين، لأن ما فيش اتحاد بينهما في الإيه مفهوما، فهم بينهما تباين في المفهوم، لكن يصدقان على ذات واحدة. سيف وصارم البعض يظنهما أنهما مترادفان، هذا خطأ،
بل بينهما عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه. فالسيف قد يكون صارما وقد لا وقد يكون غير صارم، والصارم قد يكون سيفا وقد يكون غير سيف، فيجتمعان في السيف الصارم وينفرد الصارم في السكين، وينفرد السيف في السيف غير الصارم. وأيضا ناطق وفصيح. ناطق، احنا كلنا نطقاء، كلنا ينطق، لكن هل كلنا فصحاء؟ لكن ممكن يكون في إنسان واحد ناطق يصدقان على ذات واحدة، فهما مختلفان مفهوما، ناطق وفصيح، لكنهما يصدقان على ذات واحدة. مثل الشيخ الشعراوي مثلا، ناطق وفصيح مثلا يعني، ويتضح من هذه الأمثلة التي ذكرناها أن اختلاف اللفظين في المفهوم واتحادهما في ما صدق بأن يصدق على ذات واحدة لا يجعل منهما لفظين مترادفين، لأن شرط الترادف هو الاتحاد في المفهوم. الملاحظة دي لازم نلاحظها جيدة، شرط الترادف أن الاتحاد في إيه؟ يكون في اتحاد بين اللفظين مفهوما، وبالتالي يلزم أو يترتب على الاتحاد في المفهوم الاتحاد في إيه؟ في المصدر. يلزم من الاتحاد في المفهوم الاتحاد في المصدر. طيب، نسبة الترادف إذن واضحة؟ الترادف إذن الاتحاد لابد أن يكون في المفهوم أولا، ويترتب على الاتحاد في المفهوم الإيه؟ الاتحاد في المصدر، وليس بالضرورة إن اتحد في المصدر أن يكون اللفظين مترادفين. واضح الكلام؟ طيب، النسبة الثانية بقى هي إيه؟ التباين، وهي اختلاف لفظين في المعنى أي في المفهوم، مثل حديد وذهب. حديد وذهب بينهما تباين، صحيح كلاهما معدن لكن بينهما تباين. الحديد غير الذهب. الإنسان وفرس بينهما تباين أيضا، بينهما تباين، صحيح كل منهما كائن حي لكن بين الذاتين الإنسان والفرس تباين. محمد وبكر، كل منهما إنسان لكن بينهما تباين، لأن كل واحد منهما مشخصات مختلفة عن الآخر بها يتميز عن الآخر، مش كده ولا إيه؟ إذن التباين، وطبعا التباين هنا غير التباين في النسب، والتباين هيأتي في النسب أيضا. التباين هنا بين الألفاظ باعتبار المفهوم، باعتبار الإيه؟ المفهوم. حتى وإن كانت المعاني تلتقي في بعض الأفراد والزوات، يعني زي لفظ سيف وصار، بينهما تباين مفهوم، لكن في المصادر إيه؟ بينهما تساوي لو 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 صدق على إيه؟ على شيء واحد. طيب، واضح الترادف والتباين الآن يا بنات؟ واضح؟ السيدات ممكن تقتربوا لو انتم معنا في الدرس هنا بحيث تسمعونا يعني وتتفاعلوا معنا، ولا انتم في درس اخر؟ ها؟ طيب اتفضلوا هنا، اتفضلوا، اهلا بيكم. الحياة المنطق يعني أكثر الناس تعتبره من العلوم الصعبة، لكن الحقيقة يعني من يفهم هذا العلم يحبه جدا، ويجد أنه علم
يناشد العقل، وأنه ليس بالصعب بل هو بالسهل، لأنه بيضع الشيء في موضعه بدقة بدقة. يعني حينما يفرق لي بين لفظين من حيث المفهوم أو من حيث المصدر، لأن أغلب المغالطات تحدث بسبب الخلط في المفهوم، وده أمر مهم جدا. يعني بالعكس، أزمة العالم اليوم هي الخلط في المفاهيم، والكلب أكثر من مكيال. يعني لفظ الإرهاب، الإسلام دين السلام، دين الحب، دين المساواة، الدين الذي يحافظ على الإنسان ويحافظ على الآخر ويحرم القتل بكافة أشكاله وصوره، من قتل معاهدا لم يروح رائحة الجنة، يطلقون عليه إرهاب، يطلقون على المسلمين إنهم إرهابيون. وما يحدث في غزة الآن ليس إرهاب، الإبادة الجماعية ليست إرهاب، الصور التي يعني تقشعر لها الأبدان ونراها على صفحات التواصل الاجتماعي، يعني يأتون بآلاف الشباب والرجال ويجلسون عرايا في هذا البرد وفي هذا الجو ويقتلونهم قتل جماعي، هذا ليس إرهاب. وهذا بسبب دي بتسمى إيه؟ مغالطات، اللي هي السفسطة، من مواد الأقيسة في علم المنطق. السفسطة إيه؟ المغالطة. ولذلك والمغالطة بتشبه البرهان أو القياس من حيث الشك الصورة، لكن المادة بتكون المادة فاسدة. ولذلك يعني بيمثلوا للسفسطة بإيه؟ قياس يشبه البرهان بإيه؟ قياس من الشكل الأول، الخوف جبن، خوف جبن ولا ليس بجبن، وكل جبن مصنوع من اللبن، إذن الخوف مصنوع من اللبن، هذا قياسه، قياس فاسد. ومن حيث الصورة صحيح، لأن الحد الأوسط في جبن محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى، لكن من حيث المادة فاسد. ليه؟ لأن استخدم الحد الأوسط بمعنيين، والمفروض الحد الأوسط يبقى له معنى واحد، لأن الجبن اللي هو ناتج عن الخوف غير الجبن اللي هو مصنوع من اللبن، ده شيء وده شيء، يبقى كانه استخدم أربعة حدود. ولذلك أنا أقول، ولذلك سقراط اهتم جدا بمبحث الحد وبالمفاهيم، وقال حددوا ألفاظكم، لأن بناء عن التحديد وعن المفهوم، مفهوم اللفظ، يكون الاختلاف او عدم الاختلاف. وعلى فكره دي ليست في 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 ليست بيننا وبين اصحاب الديانات الاخرى، ده بل في الدين الواحد بيننا بتكون الجهه منفكه، لاننا لم نحدد المفهوم. لفظ الحريه وحقوق الانسان، يعني حقوق الإنسان يموت جوعا وعطشا ولا يجد مكان للعلاج فيه، وتضرب المستشفيات وتضرب المدارس وتضرب كذا وكذا، وهذا ليس اعتداء على حقوق الإنسان. لحقوق الإنسان، لأن المفهوم ولا اعتداء على الحريات. لكن في الغرب إذا دخل الأب على ابنته ووجد صديقها معها اعتدى على حريتها، إذا كلمها اعتدى على الحرية، واعتدى على الحرية يعني يحاسب عليها القانون. هناك خلط في المفاهيم، تحديد المفاهيم. ولذلك أيضا عندنا حتى إحنا بين العلماء، يعني نحن نعلم أن علماء الإسلام كانوا يدافعون عن الإسلام، المعتزلة كانوا قبل الأشاعرة،
وكانوا ينفون رؤية الله تعالى، يقولوا أن رؤية الله تعالى مستحيلة، والأشاعرة أثبتوا رؤية الله تعالى وقالوا أنها جائزة، مع العلم أن كلاهما يريد تنزيه الله سبحانه وتعالى. يعني حتى المعتزلة لما نفوا رؤية الله تعالى وقالوا أنها مستحيلة، ليه؟ لأن عينينا ديت لا ترى إلا الأجسام، عينينا لا ترى إلا الأجسام والمحددة في مكان والمحددة في جهة. يعني أنا أراكم الآن لأنكم في الجهة المقابلة لي، فأنا لا أرى من خلف، لا أرى المقابل لي، والمسافة بيني وبينكم تسمح بالرؤية. فوضعوا شروط للرؤية، قالوا لو أن لازم ألا يكون قريب جدا، لأن لو قريب جدا كده مش هشوف، لو لازق في عيني مباشرة مش هشوف، ولا بعيد جدا بينه وبينه 5-6 كيلو برضو مش هشوف، يبقى بعيد جدا، ولا يكون في غاية اللطافة أو الكثافة أو دي كلها شروط للأجسام، وبالتالي مستحيل رؤية الله، لأن لو أن الله يرى لكان جسما، والله منزع عن الجسمية. ده كلام مين؟ المعتزل. طيب الأشاعرة قالوا أن رؤية الله جائزة في الدنيا ووقع بالفعل في الآخرة، وده من منطلق إيمان. ليه؟ دليلهم قالوا أن كل موجود يجوز أن يرى، ده الدليل العقلي، يصح أن يرى، والله موجود إذن يجوز أن نراه. الحياة هم برضو محددوش المفهوم. ليه؟ كل واحد فيهم بيحكم على حاجة غير التاني نهائيا، وده اللي وسع قوة الخلاف، وكل واحد منهما يجد أدلة يستدل بها على دعواه. المعتزلة لما نفوا الرؤية نفوا رؤية جسمية. طب ما هو الأشاعرة برضو بيقول إن ربنا مش جسم، والأشاعرة كذلك لما أثبتوا الرؤية لم يثبتوا رؤية جسمية، وإنما أثبتوا رؤية علمية، أو رؤية أن الله عز وجل يغير من أبصارنا، يعني لا تقاس على رؤية الدنيا. وبالتالي إذن هم متفقين، لأن هم دول لما نفوا الرؤية نفوا الرؤية الجسمية، وهؤلاء لما أثبتوا الرؤية لم يثبتوا رؤية جسمية. فالخلاف هنا يكاد يكون إيه؟ خلاف لفظي. وسببه إيه؟ عدم تحديد المفاهيم. ولذلك أنا أوصيكم جيدا، لابد أن نميز دائما بين المفهوم وبين ما صدق، ونعرف أن العلاقة بينهما طردية عكسية، يعني كلما زاد المفهوم قيدا قل ما صدق أفرادا، وكلما نقص المفهوم قيدا زاد ما صدق أفرادا. يعني إذا عرفت الإنسان بأنه جسم فقط، جسم الإنسان جسم ولا مش جسم؟ يعني ده التعريف ده ينطبق على الإنسان، لكن هو تعريف غير مانع، هو بيدخل فيه كتير بقى. طب ما هو الأسد جسم، طب النبات جسم، طب ما الجماد جسم، يبقى بيدخل فيه كل ده. طيب يبقى لو زودت أنا بقى المفهوم قيد، قلت جسم نامي، يبقى هنا هيخرج الجماد، يبقى بيشمل النبات والإنسان والفرس والجمل والأسد والدجاج. طب لو قلت جسم نامي حساس زودت عليه قيد كمان، يبقى هيخرج من هنا النبات، هيشمل بقى الإنسان الجمل الفرس الدجاج النمل كل الحيوانات. طيب إذا قلت جسم نامي حساس مفكر، ها يبقى خرجت كل إذن كلما زاد المفهوم قيدا قل ما صدق إيه أفرادا. دي قاعدة عكس وماشية مضطردة على طول، وكلما زاد ما صدق أفرادا قل المفهوم إيه قيدا. دي العلاقة بينهما طردية على طول. والمهم جدا إن إحنا نعم لا 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 لا, لا. يا أنت يبدو ما كنتش معانا من الأول، لأن أنا وضحت بمثال الإنسان له مفهوم وله ما صدق. يعني إيه؟
مفهوم وما صدق. مفهوم اللي هو الوصف العنواني اللي يخليني اقول الولد ده اسمك ايه؟ احمد انسان، فاطمه انسان، عبد الله انسان، زيد انسان. معايا؟ طب انسان ليه؟ انسان لانه الوصف العنواني للانسان انه حيوان ناطق. يعني ايه حيوان ناطق؟ يعني كائن حي، وناطق يعني مفكر، وناطق يعني ايه؟ مفكر. وده المعنى ده مش معنى عرفي، ده معنى لغوي، وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان يعني الحياه الحقيقيه، الحياه الدنيا دي حياه عاريه منتهيه زائله، لكن الحياه الحقيقيه فين؟ في الاخره. وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فحينما اقول حيوان ناطق، هذا هو مفهوم الانسان. يعني ايه مفهوم الانسان؟ يعني يصدق على اي انسان من اول ادم الى ان تقوم الساعه. فادم حيوان ناطق، محمد صلى الله عليه وسلم حيوان ناطق، ابراهيم حيوان ناطق، زيد حيوان ناطق، فاطمه حيوان ناطق، خديجه، وهكذا. يبقى ده ايه اسمه؟ الوصف العنواني او المفهوم. هذا المفهوم دي الصفات الاساسيه الموجوده في كل شخص. طب ايه ما صدقات الحيوان الناطق؟ ايه المصدق؟ يصدق على جميع افراد الانسان. يبقى كان المصدق هي الافراد، هي الذوات، والمفهوم هو الوصف لهذه الذوات، الوصف العقلي المستخلص لهذه الذوات. واضح كده يا مولانا ولا مش؟ لا لا، المصدق اللي هو الذات او الذوات، يعني يصدق على من؟ وجزاكم حبيبي. واضح يا جماعة الكلام ولا غير واضح؟ طيب، فأنا بركز أن الآن نحن نأخذ النسبة بين مفردين من حيث الإيه؟ المفهوم. ويترتب على اتحاد اللفظين في المفهوم اتحادهما في المصدق. وقد يختلف اللفظان مفهوما ويتحدان ما صدقا، لكن في هذه الحالة إيه؟ لا يسمى أو لا يطلق عليهما ترادف. طيب، التباين بقى هو الاختلاف، والتباين بينقسم الى عدة اقسام. عندي نسبة التماثل، ونسبة التخالف، ونسبة التقابل. يعني الالفاظ المتباينة باعتبار ما بين معانيها من تباين بتنقسم الى ثلاثة اقسام: تماثل، تخالف، تقابل. تماثل ازاي ويبقى بينهما تباين؟ تماثل. انا وحضرتك بيننا تماثل رغم ان احنا بيننا تباين. ايه التباين؟ التباين اللي بيني وبينك انك انت انثى وانا رجل، او اللي بيني وبينك انك انت طويل وأنا قصير، إنك أنت بصير وأنا كفيف، إن كذا، إنك أبيض وأنا أسود، وإلى غير ذلك. ده اسمه تباين. طب أمال إيه التماثل اللي بيننا؟ تماثل في الإنسانية، أنت إنسان وأنا إنسان هنا. إذا إحنا متماثلين في إيه؟ في النوع. وقد يكون هناك تماثل واشتراك في الجنس بين الإنسان والفرس، بينهم تماثل من جهة في إيه؟ رغم أن بينهما تباين، لكن بينهما تماثل في الحيوانية. الفرس كائن حي والإنسان كائن حي، يبقى بينهما تماثل في إيه؟ في الحيوانية. يبقى في تماثل نوعي وفي تماثل جنسي، يعني تماثل في الجنس وفي تماثل في النوع. تماثل في النوع مثل التماثل في الإنسانية، أنا إنسان وأنت إنسان. تماثل في الجنس مثل التماثل في الحيوانية، أنا حيوان والفرس حيوان، وهكذا. واضح الكلام؟ طيب، نسبة التخالف بقى، وهي أن يكون أحد اللفظين مغايرا ومخالفا للمعنى الآخر.
هو زي ما زيد وبكر بينهما تماثل في الإنسانية، لكن بينهما تخالف في المشخصات. زيد شغال طيار وبكر شغال طبيب ولا بحار، مش كده ولا ايه؟ بينهما تماثل، بينهما تخالف في حاجات كتيرة جدا. هذا أبيض وهذا أسود، هذا ذكي وهذا غبي، هذا طويل وذاك قصير، يبقى بينهما ايه؟ تخالف، تخالف في المشخصات. أما نسبة التقابل بقى فدية اللي فيها كلام، وكلام مهم. نسبة التقابل هي بتنقسم إلى أربعة. عندنا فيه التقابل، أقسام التقابل، قد يكون تقابل ناقضين، وقد يكون تقابل الضدين، وقد يكون تقابل الملكة والعدم، وقد يكون تقابل المتضايفين. فخلونا كده ناخد النسبة دي كده باختصار، اللي هي نسبة التقابل، وده نوع من التباين برضو، من أنواع، من أقسام التباين. إيه المتناقضين؟ وإيه الفارق بين المتناقضين وبين الضدين؟ ودي طبعا كلام مهم جدا أن نفهمه، لأن أنا عندي نقيضين أحيانا يكونوا مساويين للضدين، أو ضدين مساويين للنقيضين، ضدين مساويين للنقيضين. يعني مثلا إيه؟ ناخد بس الفكرة الأول. حي نقيضه إيه؟ لا حي، لا حي. طيب كاتب نقيضه لا كاتب أو ليس كاتب. مؤمن نقيضه ايه؟ ليس مؤمنا. طب اذا قلت ايه؟ مؤمن وكافر. طب الاول خلونا ناخدها واحده واحده. حي ولا حي دول نقيضين، والقاعده ان النقيضين لا يجتمعان، يعني مستحيل ان يكون شخص واحد حي وميت في آن واحد. مستحيل ان يكون شخص الآن بيننا حي الآن وميت الآن في آن واحد، مستحيل. ومستحيل ان يكون لا حي ولا ميت، لازم يحمل احد الوصفين. معنى ان نقضين لا يجتمعان، يعني لا يجتمعان في ذات واحدة، ولا يرتفعان عن هذه الذات ابدا. يعني انا عبد الله لا يمكن اكون حي وميت الان في هذه اللحظه، ولا يمكن اكون لا حي ولا ميت الان، بل لابد ان احمل احد الوصفين، اما حي واما ايه؟ ميت. احمل احد وصف من الاثنين، لكن يجتمع الاثنين لا، يرتفع لا. ف النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يصدقان في آن واحد على شيء واحد، ولا يمكن أن يخلوان عن هذا الشيء، بل لابد أن إيه؟ أن يحمل أحد الوصفين. طيب أمال إيه الضدين؟ الضدين مثل هذا القلم، إما أن يكون قلم أحمر أو قلم أزرق، دول ضدين، الأحمر والأزرق، فهما لا يجتمعان، الضدين لا يجتمعان أبدا في ذات واحدة. مش ممكن يبقى القلم الواحد أبو سن واحد، لأن أنا عارف إن في قلم فيه أربع ألوان، لا، سن واحد، أبو أنبوب واحد، ده لا يمكن يكون هذا القلم أزرق وأحمر في آن واحد، هو إما أزرق أو أحمر، فهما لا يجتمعان أبدا أن يكون أزرق وأحمر في آن واحد، لكن ممكن يرتفعان في الضدين. يعني إيه يرتفعان؟ ممكن يكون القلم لا أزرق ولا أحمر، يبقى قلم أسود أو أخضر أو بنفسجي، يبقى أي لون تاني. فهما إذن إيه؟ لا يجتمعان، لكن قد إيه؟
لكن النقيضين لا، النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، انما الضدين ايه؟ لا يجتمعان. بنقول وقد يرتفع. ليه بنقول وقد؟ لان هما ممكن لا يجتمعان ولا يرتفعان. ازاي؟ ازاي لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ اذا كان مساويان للنقيض. طب وازاي مساويين للنقيض؟ اما اقول التاني بقى، حي نقيضها ايه؟ طيب اذا قلت حي وميت يبقى دول نقيضين ولا ضدين؟ ضدين. لكن ضدان مساويان للنقيض، وهو مادام لا يجتمعان ولا يرتفعان يبقى مساويان للنقيض. يعني حي وميت يبقى ضدان مساويان للنقيض، ساكن ومتحرك يبقى ضدان مساويان للنقيض. لكن نقيض حي ساكن لا ساكن، نقيض متحرك لا متحرك، نقيض حي لا حي، نقيض عالم لا عالم. لكن لما اقول عالم وجاهل يبقى ضدان مساويان للنقيض، ساكن ومتحرك ضدان مساويان للنقيض. في حالة مساواتهما للنقيض يبقى لا يجتمعان ولا يرتفعان، ينطبق عليهم أحكام إيه؟ النقيض. أنا عارف الكلام ده ممكن يبقى صعب على أول مرة يدرس منطق، لكن أنا الحقيقة بحاول أوسع المعلومة بحيث يستفيد الجميع. المبتدئ خالص ياخد الشيء، واللي هو درس قبل كده يطور نفسه أكتر شوي. لكن أنا عارف إن ده أوسع من إيساغوجي. إيساغوجي بسيط خالص، كلمات محدودة. إيساغوجي ما تعرضش للكلام اللي احنا بنقوله ده كله أساسا يعني. طيب يبقى واضح، عرفنا الفرق بين التناقض والتضاد ولا لسه غير معروف؟ طيب بعد كده عندنا اتفضل. ما هو لا يجتمعان في إنسان أن يكون حيا وميتا في آن واحد، ولا يرتفعان عن إنسان أن يكون لا حيا ولا ميتا في آن واحد، بل لابد أن يحمل أحد الوصفين، إما الحياة وإما الموت. واضح؟ فدل أنهما ضدان مساويان للنقيض. من أجل أنهم مساويان للنقيض فهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. لكن قاعدة التضاد أنهما لا يجتمعان وقد يرتفع. واضح؟ طيب عندنا بعد كده تقابل الملكة والعدم. يعني ايه تقابل الملكة والعدم؟ وهما امران احدهما وجودي والاخر عدمي، وهما بيشبهوا التناقض الى حد كبير. الملكة مشتقة من ملكة بمعنى احتوى، والعدم معناه الخلو او الانتفاء، وهو معروف كده. ملك ده من ملك الشيء او احتواه، والعدم اي منتفع عنه غير موجود. وطبعا ده بيطلق بقى على ايه؟ البصر ملك والعمى عدم، الحياة ملك والموت عدم، السمع ملك والصمم عدم. يبقى هنا ايضا الملكة والعدم لا يجتمعان ابدا، لا يجتمعان حكمهم انهم لا يجتمعان ايه في الشخص. يعني هم بياخدوا حكم النقيض ايضا الملكة والعدم. طيب تقابل المتضايفين. متضايفين ايه؟ هما امران اعتباريان او وجوديان الاثنين، لكن لا يتصور احدهما بدون الاخر. مثل ايه؟ الابوه والبنوه. ما هو مادام اب يبقى لازم له ابن، ومادام ابن يبقى لازم كان له اب. يبقى دول ايه؟ الابوه والبنوه بتسمى ايه؟ تقابل التضايف او الاضافه يعني. ده ماخوذ من مقوله الاضافه. كمان العلة والمعلول برضو في بينهم ارتباط. ما دام في علة يبقى في معلول، وما دام في معلول يبقى له علة.
والعلة والمعلول بينهما ارتباط وثيق لا ينفك أحدهما عن الآخر أبدا. ولذلك إحنا حتى في الفلسفة الإسلامية يقولون أن العالم صدر عن الله صدور المعلول عن علته، ده فلسفة الإسلام. ولذلك العالم قديم عندهم، ليه؟ لأن العلة المعلول بيتبع العلة في آن واحد، ولا تملك العلة أن تمنع المعلول أو تؤخر المعلول. يعني بالضبط بنشبهها بإيه؟ زي حركة كده الإيد وحركة الساعة، شايفين الحركة دي؟ أنا لما بحرك إيدي بتتحرك إيه؟ فحركة الساعة فحركة اليد هنا علة، حركة اليد هنا إيه؟ طب وحركة الساعة معلول، هي معلولة عن حركة اليد. لكن هل أنا أستطيع أن أنا أحرك إيدي من غير ما أحرك الساعة؟ ما استطاعش، فهي بتتبعها. وفي الوقت نفسه حركة اليد علة وحركة الساعة إيه؟ معلولة عن حركة اليد. ولذلك كده يعني كفرهم الإمام الغزالي، لأنه كده بتنفي عن الله الاختيار. ولذلك قالوا إن العالم صادر عن الإله بطريق الفيض الفلاسفة. فهنا فكرة العلة والمعلول أيضا دي فيها تقابل متضايفين، لا 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 ينفك أحدهما عن الآخر. طيب الحقيقة كده إحنا هنقف عند التقسيم الثالث، وهو أقسام الاسم بقى، وده هنخليه في الإيه؟ في المحاضرة اللي جاية إن أراد الله، عشان برضو المعلومات ما تبقاش فيها زحمة. وبعد ما هنخلص أقسام الاسم بقى هننتقل بقى إلى إيه؟ الكلي والجزء. واضح كده؟ في حد عنده سؤال ولا حاجة؟